اوكي تنقز كذا. ايوه ايش في الصوت ده يا شباب؟ يا والله اني خايف. اوكي خلونا نكمل الان. الحبيب اللي انا سويته هذا في شيء اسمه اوكي هذا رجع انجليزي. اوكي استني. اوكي لازم اسوي مسهره لان المسهره مو نفس الباني. انا غلطت حطيت الباني فرضه اسوي شيء مسهره بعدين الباني. طيب المسهره ايش يقول لك؟ نحط الخام يحوله لسبيكه. فاحنا حطينا ذا على طول. انا اقول ايش هذا ما اقدر احط السبيكه احط الحديد الخام. لا هذا يحول السبيكه الى هذا. فاحنا كويس يمديني هذا ما حسوي في هذا هسيبه هخليه جير زي ما هو. فحتى هذا بشيله. استنى خلينا ناخذ موارده. نضغط حرف الاف. لا هذا خليه هذا شيله بام. وانت تعال بام. ما نحتاج نحط هنا ولا شيء لانه احنا حنودي هنا بس نحط الجير وجبنا خرسان ويب فقط. خليه يجي لين هنا عشان انا اخده. حاول اني احط هنا صندوق بعدين اشوف فرجته. لكن الان الخط حقتي اني اسوي هذا الشيء هنا عشان اخذ الخام احطه هنا بوم يمشي يحول لي هي لسبيكه حديد هنا. وممكن اسوي تفرع ما ادري المكان قصير المشكله. نبدأ من هنا. فخلونا الان نبني بسم الله. اول شيء المسهره نحطه كيف نحطه اضافه الى قائمه المهام. نحط هذا هنا ونبغى كمان ناخذ واحد من هذا بوم. ونحتاج يب فقط هذا. نحتاج طاقه يوصل يمكن. لا ما يوصل نحتاج واحد من ذا كمان بوم. هذا ايزي ما يحتاج. طيب هذه مهمتنا اليوم. اليوم مهمتنا اننا نحاول نخلي الحديد الخام هذا الحبيب هاته نحوله الى سبيكة ذهب اوتوماتيكيا مو بيدي حبه حبه. فهذه خطتنا. فلازم الان نجمع ايه عندنا اتوقع الموارد الكافيه. فخلينا الان نسوي ترتيب هنا كذا بوم ترتيب هنا بوم. عطنا الخرسان لا النحاس هذا ايش؟ لا ما نبغى من ذا ولا خشب. نبغى نحاس من هنا كمان. نودي الحديد ده ونودي الحديد ده نودي ده نخلي معنا 220 حديد. ودي ذا كمان بوم سوي كذا. وهذا ما نبغاه كمان بوم. اوه فل. طيب ما عندنا مشكله. طيب بسم الله المهام نبدا حبه حبه. اوكي نحتاج نحاس سبيكه نحاس بسم الله يكفي. خلينا نسوي الان نحاس بوم. جبنا الشيء صح. نخش على الكابل الان بوم. نسوي الكابل ما يكفي لازم نسوي نحاس زياد او مو نحاس سلك يب. ونسوي كذا يا سلام عندنا نحاس زايد. نحتاج حديد سوينا حديد. طيب نكمل حديد. نحتاج من هذا 7 × 14 = 15. نحتاج مسامير 12. احنا عندنا 4 اوكي 8 جبت العيد يلا مو مشكله. عطنا 2 غم بم. طيب المشروع الان جاهز نقدر نبني الباني والمسهره والطاقه قطب الطاقه. طيب نبدا بسم الله. اول شيء نبدا المسهره بوم بوم. يمدينا نحط لفها يخش من هنا يخرج من هناك. طيب ايش رايكم نبدا من هنا الطرف نخليه من الطرف هنا ونخليها ورا شويه كمان بحيث انه نقدر مثلا كذا. يا سلام الان نقدر هنا نجي نحط بوم نحط الحديد العادي بوم 100. طيب ما عندنا مشكله نحط الان الباني. يا سلام الباني نقدر نفرع نحط هنا اوه يا شباب ممتاز الحركه هذه ايش رايكم فيها؟ نحط هذا هنا بوم ونقول انت تعال بوم. هنا نحتاج 8 لوح الواح حديد. طيب اوكي سويت 23 من الواح الحديد يعني زودنا الكميه يزيد ولا ينقص. اوكي نحط كذا بوم. طيب لو بسوي تفرع ثاني
اوكي ما اقدر لسه، لازم ما يزبط ما يزبط. طيب بعدين تشكل فيه تقسيم ثاني. طيب الان نبغى نحط هذا قطب الحبيب، هل يكفي هنا يوصل لهنا؟ يكفي ان شاء الله. ناخذ سلك بوم مده من هنا لهنا. اي ما عندي اسلاك كمان، يا الله يا الله يا محمد. عطنا كيبل يكفي، تيجي كذا بوم. لا اثنين اوكي، ناخذ سلك من هنا بوم لهنا، وناخذ سلك من هنا وبوم لهنا، ومن هنا لهنا. حلوين. طيب هذا ياخذ كم ميجا واط؟ طيب هذا كم ميجا واط؟ ياخذ 4 ميجا واط. خلينا نشوف هذا كم ينتج لنا ميجا واط عشان نعرف احنا قد ايش نقدر نسوي. طيب احنا الماكس عندنا يدينا 20 ميجا واط، بس كم ناقص منه؟ صار باقي 12 اتوقع. هذاك 4 بوم موقف بس، وهنا 4 8 وهنا 4 كمان 12. يس صحيح، بس ما شغلناهم دحين مقفل. اول شيء شباب هذا سيء، عادي ما عندي مشكله. اوكي شغل ده. هذا ليش ما يشتغل؟ معطل، لا يوجد طاقه. ليش ما يوجد طاقه؟ كان شغال قبل شويه زي الحلاوه. خرب الحبيب خرب يا ولد، شيل ده. طيب بوم، لا يوجد طاقه. طيب في طاقه الان، اشتغل. طيب بما انه شغال خلينا نودي كيبل الان لهناك. المفروض دول اشتغلوا الان، اصفر هذا بدا اخضر. يا سلام راح يخش هنا دحين. خلينا شوف 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 اللحظه المنتظره. دقيقه دقيقه اوكي خليه خليه. اوه ما راح يزبط، راح يعلق يرمي في الارض. استنوني، احتاج خرسان. دقيقه دقيقه اصبر 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 اصبر. هذه خرسان هنا علق صح؟ اوكي قاعد يعبي، بس قاعد يعبي مو قاعد يبني. ايه بدا يبني. اصبر 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 صاحبي، ننزله لهنا. ونحط بعدين. هل مدينا؟ شايفين هذا كيف نبغاه ينزل؟ ما مدينا ينزل على الشيست. المشروع زبط، بس يبغاله ايش؟ يبغاله انه اوكي قد امسك انا كذا اسوي. والله هو يعني سريع ما شاء الله، والله سريع قاعد اجمع الواح بالهبل. طيب خلينا نشوف الهب تطويرته، هل يقدر نفك الشيست؟ راح يفك حفار جديد. استخراج موارد الصلبة عند من عقدة موارد التي بنيت عليها، معدل استخراج الطبيعي هو 60 موردا في الدقيقة. يتم تعديل معدل الاستخراج حسب نطاق العقدة الموارد لإخراج جميع موارد. اوكي هذا ممكن مفيد. حاوي التخزين، هذا احنا نحتاجه. يحتوي على 24 فتحة لتخزين كميات كبيرة من عناصر لديك مدخل ومخرج للسيور الناقلة. نايس، هذا نحتاجه. وهذا يقول لك قم بطريقة ابعاد الجيب باستخدام فتحات التخزين الاضافية. اوكي هذا نايس، لازم نطور هذا. حدد المرحلة، نحط المرحلة بوم كده. نحتاج سلك. طيب قضيب حديد الان حنحول، حنخلي هذا يحول لنا الى قضيب حديد. نقول له بوم غير الانتاج، خلي هذا. نحتاج منه 75، فهذا خليه ينتج لنا لحاله الان الواح. عندنا كمية كافية من الالواح الان. الان خرسانة، خلينا نشوف عندنا موارد هذه ولا ما عندنا. اول شيء عندنا 70 خرسانة، ممتاز قلقنا من المهمة. كيبل، خلينا نصنع كيبل الان. كيبل يبغى له نحاس، النحاس حقنا احنا اللي بنجيبه من اوكي. طيب تعال يا النحاس. لا لا هنا هنا حق النحاس، هذا جير ورا النحاس على طول. كان في مدري كان في شيء غريب هناك كمان عند النحاس. هات 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 ورود. نحتاج طاقة، ما ادري هذا يعتبر ايوه يجيب اوراق اشجار. نحتاج اوراق عشان ايش؟ نصهر لنا طاقة، لأنه راح نستعمل طاقة كثيرة الآن، راح ينعدم شوية. النحاس هنا، الصوت هذا برضه يبغى لي اشوف ايش فيه فوق. اوكي نايس، هات. لا تقول لي ما يكفي. لا لا يكفي زيادة، عندنا عندنا مكان. ان شاء الله في المستقبل القريب، مو بعيد حسويها ان شاء الله قريب، بحط هنا من جد باني بوم. اقدر احط بوف هنا موارد، وخلي الموارد تيجي من هنا تروح لهناك. بس خلينا نطور الهب اتوقع عشان نقدر ايش؟ نسوي شيء خاص هو بنفسه ينتج ويجيب لنا، بدل ما احنا نروح نحط بيدنا. يعني برضه يعتبر اوتوماتيك، نص اوتوماتيكي ونص مو اوتوماتيكي. ليش؟ لانه انا لازم اروح احط بنفسي
خام حديد خام نحاس عشان هو الحال يصير بعدين. فأنا ما لا أبغى خلاص هو يحفر بنفسه خام حديد خام نحاس بنفسه ويطلع بنفسه ويودي لعندي بنفسه ويخزن. واو السهولة السروعة. طب هات شوي من هنا. طيب الآن أخذنا خام نحاس خلينا نسوي 50 كابل هو اللي باقي لنا ونطور الهب. طيب الخمسين كابل يحتاجوا نحاس. طيب سبيك نحاس نسوي سبيك نحاس ونجيكم يا شباب برب 48 عندنا 4 خلاص حنسويها كويس. الكابل يصير بسرعة نايس سوينا 50 الآن بام بام باقي الحديد حديد. طيب ناخذ من هنا 75 يبغى والله كثير نخلي من هنا ينتج لنا شوية واحنا في نفس الوقت نروح نسوي بيدنا بام. هنا في هنا في 19 الآن عندنا هنا سبيكة نسوي. طيب سوينا 59 59 سوينا الباقي هنا المفروض خلاص يجيب لنا هو بوم 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 75 يا ولد مو 75 ايوه ايش ما جاء عليه صح يلا مو مشكلة. دبج دبج حط امه كذا وتم التطوير لمستوى 5. طلعنا شيء جديد هنا شباب كفو انتاج طاقة من جديد نايس 20 ميجا وات كمان نايس 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 نوت ذير از نو نوت. طيب شكرا خلاص فهمنا. طيب مصعد فضاء وات الشت هذا يقول لك ايش طلب تسليم اجزاء مشروع خاص بك لكمام تجمع المشروع سيؤدي اكمال مراحل في عدة مصاعد الفضاء الى فتح مستويات جديدة في محطة الهب. اوكي والله هذا ما ادري ايش طبيعي ما ادري. طيب محرقه ما ادري ايش. طيب يقول لك قلو حق الموارد من صخور الشوائب. اوكي هذا يقصد من هنا يعني استنى استنى را 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 انتاج الباني مصر الحفاره ام كي الحفاره ام كي نقدر نحفر هنا بوم لكن ليش ما اقدر عشان اشيل هذا لازم عطنا ذا وتعال تعال وقف لا تاخذ يا ولد التقاط الحفاره كذا اوكي اوكي الان ناخذ هذا الان بوم يا 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 الاسطوره هذا ما اقدر احطه كذا الا كذا نحطه كذا بوم يا سلام يا شباب شمحيط. طيب ناخذ ده وتاخذ له لفه من هنا على هنا والدبيج تسوي كذا. طيب نايس نايس المشكلة انا ما في الا من هنا تخرج. المشكلة انا ابغى اروح اكثر من فتحة ليش هنا الا واحدة فتحة بس احتاج 2-5 ميجا وات ما تحط ولا شيء سيب هو استنى استنى ابغى هو يحفر بنفسه. طيب اوكي خلاص مد كابل من هنا 4 من 4 يبدأ يحفر بنفسه طلع 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 الحبيب طلع يلا جارة طيب بوم يا رب الحمد لله اوفيشلي سوينا مصنع مصغر هذا المصنع الأسطورة اسمه. طيب انا بسوي تفرعات ودي اسوي يا ربي يا ربي. طيب خلينا لازم نكبر ذا عشان نقدر فهمتوا علي؟ على فين اوديه مشكلة؟ نايس نسوي كذا 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 استنى ايوه لفة صغيرة كذا وتمشي من هنا كذا يسوي لك لف حوالين البيت هذا كله حكسره لا تخافوا يا شباب بس انا ابغى ايش فليكسبيليتي عشان اقدر اجمع وانا ماشي على كيفي والله ما ادري ليه سويت زي كذا بس عشان نقدر شو كيف نطول المكان عشان نقدر ينتج لنا كثير شوف قد ايش جاب الحمد لله. اوكي نحتاج نصنع واحد ثاني من الحفار ام كي اوه نقدر 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 نايس نسوي هنا الان ونخليه ينتج لنا جير الى الخرسانة والله يا بعيد يلا عشان انه بعيد ممتاز ما عندي مشكلة عطنا هذا بس نشيله ونحط بوم حفارة خلي المخرج حقه من هنا بوم تجي تسوي له كذا بعدين برب برب برب
سيب انا في حالي. احتاج له ما يوصلش الواح، ما عندنا الواح. عادي نصنع الواح، نحول الحين الباني هذاك من قضيب حديد الى الواح ونقدر. استنى انا ليش كبرت الان؟ مو انا اقدر. هادي حاول تخزين. الله يهديك يا محمد، الله يهديك يا محمد. هات 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 كل هنا، هات 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 هات. فضي فضي مكان وبوقف الآلة على طول. بوم بوم. تعليق. طيب بسم الله. حاول تخزين، نحتاج الواح. تعال انتج لي الواح انت شوية. شغل انتج الواح. قبل ما تنتج الواح انا اشوف هنا في الواح رميتها. ما فيش. طيب عوافيش، ما فيش اي مشكلة. ايش اوكي ايش بلوحين لوحين نسوي ذا قليل؟ الواح تطلب اكثر. والله قاعد ينتج الوحش ورا بعض ورا بعض. طيب لوحين لوحين نسوي في مكان مشكلة، نقدر نسوي اسرع مفروض. طيب الان الواح عندها تكفي. ايش كنت بسوي انا؟ ايوه اسوي هذا. طيب نكنسل هذا كامل. اوكي الان تجي الحاوية. ايش يخرج كمان؟ ايش اما يخرج اشياء نحط؟ ما نعرف شو، خلينا نجربه. بوم بوم. طيب يخزن، اخذ الكل. طب انا فتحت له من هنا طريق، ايش استفيد؟ اوكي قاعد يجمع لي، ممتاز. خليه يجمع لي الواح الان عادي، ما يحتاج له كهرب ولا شيء، ذا اسطوره. الان هنا انا اقدر، انا اخذت الواح كثير، المفروض اقدر اسوي شيء هنا. اوديه، قصدي مو اسوي شيء، اوديه لهناك عشان ما يوصل. ها يوقف لهنا ومن هنا لهنا، ممتاز. الان نحتاج كهرب، نمد هنا كيف عمود، هذا العمود يوصل لهنا لهنا. نشوف العمود ده اصلا، لا يقول فل، لازم كيبل مانجمنت يا صاحبي. هذا كم كم كذا يبان؟ واحد من أربعة، ممتاز. نسوي واحد هنا، بوم. نوصل ذا، نحتاج كابل. طيب نوصل إشرا. أيوة جيب كابل، جيب كابل أول. خلينا نسوي كابل من هنا، نحتاج نحاس وجيبنا 15 كابل. أوكي الآن برابا باوم. طيب نموت هذا، تقول أربعة، هذا اثنين. بوم من هنا لهنا واحد، ومن هنا لهناك واحد، ومن هناك لهنا واحد. زبط الموضوع. الان المفروض يقدر يطلع لي هنا الجير. هذا مو شغال ولا شغال؟ شغال نايسو. الان حجيب خرسانة بالهبل، وجيب قاعد اجيب كمان حديد بالهبل، باقي النحاس. النحاس هو اللي يبغاله شغل، وانا ودي الصراحة اقص من هنا، مو كله. كيف؟ ايوه قصة جزئية دي، قصة جزئية دي كذا. بوم وابني الستورج. لصق فيه كذا ما يصير فوقه. حتى الشط جرب فوقه. راجل احذف احذف، نحطه تحت تحت، نخليه كذا ونمد له كذا. ايش هذا؟ وقف. لا ما نبغى، نبغى خرسانه من اول. واقف تم استلام. ايش في؟ ايش في كهرب صار؟ اختار دائره الطاقه، يقول لك تعطل الصمام، تاكد من فحص توصيلات الطاقه خاصه بك من وقت لاخر، اذا لم تكن هناك طاقه كافيه لتلبيه الطلب. طيب قفل الطاقه، قفلت، زودنا ام الطاقة على الفاضي احنا. فعشان كذا نبني واحد. استنى كله على واحد، هذا مسكين. لا 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 اسحب، يقول لك المقبض الاعادة تعيد النظام. طيب خليه اوف الان، هذا احتاج له كذا. طيب نحتاج نستعمل هذا احنا، ايش رايك هذا نستعمل ذي الاشياء؟ فنقول مثلا هذا كيف اعيد تخطيطه من جديد.
استنى خلينا نشوف. بناء بناء نموذج قائمة البناء تدوير الذهاب إلى قاعدة شديدة تغيير سريع تغيير سريع ضغط إي خط الطاقة كيف أغير؟ نشيل ذا كذا وانتهينا. ناخذ هذا ريموت كيبل لذا حلو، وذا نحط له خشب ونقول شغل يا وحش. هذا شغال وشغل ذا كمان. نحتاج يا شباب عشب عشب عشب. اوكي اول ما غلق من اوكي انا اتوقع غلقت من الحبيب حقنا هذا الخرسانة. ايش كنت بسوي انا طيب؟ راح استكشف الان برا. استنى من يوم ما قلت بستكشف جاني وحش. تعال انت دائما تجيني خدي هذه. والله ايزي ذا مره ايزي. ايش يجيب لي درع فضائي؟ طيب عوافي. نبغى اعجاب مره كثير. طيب هناك مخي تعال انت ممتاز. هنا الشغل ممتاز. خلينا نغير الواح خلاص. والان خلينا نشوف التطوير جاي. بس نحط تحديد المرحله. نحط اللي عندنا الان كذا بوم بوم بوم. سلك نحاس احنا ما عندنا يعني. عندنا هنا زرع كثير محمد ترميه ليش على الفاضي. خلينا نحط هنا الماكسيموم كم 500. الخشب والله يطول. هو عشب عادي مره هذه زيه يكفي ان شاء الله للشغل الدائم حقنا. حتى لو وقف عوافي ما عندي مشكله. اوكي حان الان وقت المغامره.